السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الجزء هو الجزء الخامس. في نهاية الجزء الرابع كنا نتحدث عن أشهر الأشخاص والوجهاء الموجودين عندكم في يازور. تفضل احكي لي. في عندنا في العيلة محمود حسين جابر تيم، هذا كان في الوكالة مسؤول كبير يعني، وكان مع حزب البعث الكبير، وعبد الجابر تيم مدير كلية الأندلس. لا أنا بذكرش عن الأسماء المشهورين حاليا، أنا بس بسألك أبو العبد عن الأسماء المشهورة بالسابق، في السابق قبل النكبة، أسماء مشهورة قبل النكبة. هي ما كانوش الناس يعني كتير مشهورين، لأنه شغلهم ومصلحتهم، وبعدين بس يخلص الواحد الثانوي ويصير أستاذ. طيب كان عندكم قادة عسكريين بهذيك الفترة؟ ما فيش عسكر اللي نقودهم. طيب كان عندكم مخفر للشرطة بيازور؟ مركز بوليس كان في بيت دجن جنب يازور. يعني لما كانت تصير مشاكل أو خلافات تنزل على بيت دجن؟ بنوه بيجي 10 يوم كبير، مركز كبير، مركز ضخم. وصلتوا شفتوا هذا المركز؟ يو ما أنا كنت في بيت دجن أساسا وجنبه، عم شفت لك السادس والسابع في بيت دجن. السادس والسابع عملتهم بيت دجن، وهذا كنت اشوف هل هم يبنوا فيه، كانوا يبنوا فيه سنتها. كم دور كان هذا؟ والله زي المراكز البوليس اللي بتشوفها كبيرة هيك. كان فلسطين كتير بنات البريطانية في كل البلاد. بس هذا المركز الجديد، بس المركز يعني المركز القديم تتذكره؟ ما في قديم، كان في، لا كان في قديم بس يعني مكتب. اما هذا دائره، دائره ضخمه يعني. دائرة ضخمة. فتوا من الداخل؟ ما انا في الشغل في افوت من الداخل، ما بفوت، لا ما فتوش. ما فتوش. تذكر اسم قائد المخفر هذا اللي كان ببيت دجن؟ هذا يا سيدي اسمه عيد البلتاجي. عيد البلتاجي غزاوي من غزة. وبعدين واحد عمران عمر خليلي، هذول ورا بعض يعني. يعني قائد ونائبه؟ هذول قائد ونائبه، بس مش هو القائد، هو شفعير القائد الانجليزي. القائد الانجليزي بس كان بس يعني من كبار الضباط. عيد البلتاجي. البلتاجي. وعمران عمر. وعمران عمر. عمران عمر من وين كان؟ خليل دار عمر. المركز الجديد هذا كان فيه مخفى سجن؟ سجن مؤقت زي ما بسووا، بحيث شو عابين لا تاني يوم بحولوا على سجن يافا، على سجن غزة، على سجن يعني. تتذكر كان فيه مساجين من القرية في هذا المركز؟ لا. طيب أبو العبد، بدنا نحكي عن موضوع كتير مهم، وإن شاء الله تكون ذاكرتك فيه وافرة. بدنا نحكي عن الاحتفالات بالأعياد الدينية والمناسبات الاجتماعية. بدنا نحكي عن شهر رمضان، بدنا نحكي عن عيد الأضحى وعيد الفطر والمولد النبوي وخميس البيض، وبنحكي عن موسم النبي روبين. موسى والنبي روبين والنبي صالح. طيب خلينا نبلش بشهر رمضان مشان منه ننتقل للأعياد. كيف كنتوا تقوموا بهذا الشهر المبارك يعني؟ الشهر المبارك رمضان كان عندنا عند الفلاحين يعني شيء مقدس. قبل ما بيبدأ رمضان بعشرة أيام بنزلوا العائلات على يافا بتبضعوا لرمضان، تموين تموين رمضان والأمردين والحلو والجوز واللوز وهذا. وبعدين لما بصوم صوم البلد، ما فيش حدا بيفطر، كل الناس صايم. كان من العار يعني انه شخص عيب يعني. والله بيصوموا، ما يبقوا على راسه لما يكسروه.
وكان رمضان شهر ممتاز جدا، ولا يزال إن شاء الله فضل طول عمره ممتاز إن شاء الله. إن شاء الله. طيب يعني كان الإفطار كيف كان يتم؟ يعني الإفطار يعني كانت العائلات أه. جنب بعض يعملوا مثلا خيمة إلى رمضان، وكل واحد شو طاب خمرته يجيبها الصينية وحط حط، لما يعمل سفرة تكفي كل القاعدين، وإذا فيها حدا غلبان حدا مش اللي عنده شيء برضه يميل. يعني الإفطار ما كانش يتم داخل البيوت، كنتوا تفطروا برا؟ لا إحنا اللي بعاد، إحنا يعني العيلة أبوي وأمي وإحنا كلنا صايمين نفطر مع بعضنا. لكن في البلد اللي قريبين في نص البلد هذول بمحل يعمل افطار جماعي، كل واحد يجيب من بيته اللي صابغينه وياكلوا كل عيد منه. يعني في وسط البلد قصدك انه يعملوا زي افطار جماعي؟ افطار جماعي، يعملوا خيمه يعني ضخمه، يعملوا خيمه ضخمه ويفطروا فيها. حتى يعني الشخص اللي يكون قريب على الجامع عشان يقوم يصلي التراويح، يعني كان يستفيد من هذا، من طعام الافطار هذا، حتى الناس اللي الغرب والفقراء مثلا مستفيدين على طول. هذا التقليد ما سمعتش عنه في باقي القرى انا، انه مثلا كانوا لا، كل الناس بيحكموا بطبعه، احنا اصلا في القرى. طيب كان في مسحر بالقريه؟ تتذكر اسمه؟ لكن في مسحر يعني عن ابوي كمان كان في مسحر زمانه، بس متذكره هذا المسحر يعني انت؟ نعم يعني متذكر شكله وملامحه، بس المدفع لما يضرب مياه فنسمعه. بالمناسبه مدفع الافطار من يافا كنتوا تسمعوه؟ وكنتوا عليه تفطروا؟ نسمعه على مدفع يافا. على مدفع يافا افطار يعني بهز مدفع ضرب يلا خلاص نفطر، ونجيب هالتلج من معمل التلج لما تكون الدنيا صيف نبرد المي لانه فيش ثلاجات عندنا. كل شيء تمام. طيب طيب نتخيل حالنا بشهر رمضان، انتهى شهر رمضان اخر يوم واحنا مشيكين على العيد اخر يوم او في على عيد الفطر بعد نص رمضان. اللي عندهم مال بيطلعوا الزكاة. بيطلعوا الزكاة وبوزعوها على الاغلب وعلى الفقراء وخلصت الشغلة، مشان يتكسوا، وبعدين بيروحوا الناس على يافا بيجيبوا اواعي وبيلبسوها في العيد، بيروحوا بيجهزوا بيحضروا الملابس، ملابس العيد من يافا. العيد من يافا. طيب وكنتوا تجهزوا اشياء تانية غير غير الملابس؟ المعمول وكل الحلويات يعني؟ كانوا يصنعوها في عادي من الاسد هذه الشغلة في زمان يعني. يعني السيدات كانت تجهز الحلويات. الحلويات. ايش اشهر هاي الحلويات اللي كنتوا تجهزوها للعيد؟ للعيد المعمول تمر ومعمول بجوز. بس يعني كان يعني ببساطة اللي بده يتزود لهي من هاي الأشياء كانت ينزل عيافة. طب الدكاكين اللي كانت موجودة عندكم كانت ما كانتش يكون متوفر عندها الحاجيات هاي؟ متوفر في دكاكين زي السوبر ماركت يعني كل شيء فيه. غير دكانة أبوك اللي كانت موجودة فيك؟ دكانة أبوي مش قدهم كمان. في دكاكين كبيرة. أنا بقولت لك إحنا جنب بعاد عن البلد، يعني بعاد عن البلد حوالي كيلو ونص. طب في البلد جوا الدكاكين كانت؟ في دكاكين عامرة وريحتها ريحة دكاكين. كل شيء فيها. طب متذكر أسماء مواقعها هاي الدكاكين؟ واحد اسمه بالي الجامع لكمال القطناني رحمة الله عليه. شو اسمه؟ لمين صاحبه؟ كمال القطناني. كمال القطناني. من أي حمولة القطناني؟ العمرية. من العمرية. واحد اسمه فطار بيجي عشرة يعني. بيجي عشر دكاكين كان؟ عشر دكاكين ودكاكين دكاكين يعني ليش ما بدك تفتح عنده؟ وكلها متركزة في منطقة وسط البلد يعني؟ كلها في وسط البلد. عند الجامع؟ عند الجامع يعني بلفة. لكن عندك في ممتازة وناس عايشين وراهم. نعم. طيب نرجع لعيد الفطر.
حكيت لي بتجهزوا للكعك بتجهزوا هذا. ويجوا عندنا مثلا الناس يعيدوا علينا. لا بلشنا بأول يوم بالصبح في أول يوم احنا إن هذا بنطلع فيه. شو بتطلعوا فيه يعني؟ بنطلع الأرحام. طب بتصلوا صلاة ال بنصلي صلاة العيد أخيف. صلاة العيد. بنصلي صلاة العيد وبنطلع على الأرحام. بتزوروا الأرحام. بنزور الأرحام. لا بعد الظهر بنخلص الأرحام ونستنى عاد بصيروا يجوا أهل أمي ويعني هل اللي بنعرفهم. بيجوا هم يزوروكم. بيجوا يزورونا. هذا باليوم الأول. طب الأطفال إيش بكونوا يعملوا بالعيد؟ الأطفال تاني يوم العيد أو بعد الظهر بيروح على يافا على المراجيح وعلى الدولة. على يافا بنزلوا؟ هي قرش الباص بروح بدي يعني. بنزلوا على يافا يعني كلهم بنزلوا على يافا. ليش احنا مش مهملين؟ لأنه عندنا يافا، شو بدنا نعمر بلد تاني؟ ما هي معمار يافا. شميمة الهواء اللي بده يروح يعني يشوف هالعالم وهالبحر وهالدنيا. والسينما والمطاعم. السينمات ورائس وولبة وكل شيء فيها. طيب ايش بالنسبة لعيد الأضحى؟ عيد الأضحى خرفان. يعني مرتبط عيد الأضحى بال الأضحى خرفان. بتذبحوا يعني؟ نذبح ونركب إذا عندك الحمار وودي هذه الفخذة لعمتك الفلانية وهذه لعمتك الفلانية يعني. طيب المولد النبوي تتذكر له احتفال مميز كان؟ المولد النبوي بيجيبوا حلو حلويات. حلويات الناس وكوكو على عشان المولد. عادي ما هذه من تركيا. يعني بصير حلقات ذكر في المولد النبوي في البيوت. بيرو مولد. موالد. بيرو الموالد. ما فيش عندنا كان إذاعة يعني توصل. رديات قليل. طيب خميس البيض. خميس البيض أول خميس في نيسان هذا. نعم. شهر نيسان شهر أربعة أول خميس اسمه خميس البيض. بتسلو أن أمي الله يرحمها 200 بيضة 300 بيضة. 300؟ ما هو 10 قرش. ومن نزويها وتحط لنا عليها ألوان وهذا وحط الواحد 4 5 نطلع نلعب مقامش على البيضة. يعني قامش يعني يطبشوا يعني اللي مكسر ياخذ البيض. والساق بضل ما بياخذش بس بياخذ بيض وما بيخسرش يعني يعني كل عيد اولاد يعني شباب. اللي بيكسر بيضة الثاني بياخذها بياخذها. كان يصير في غش فيها هاي؟ كان في من 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 الصيف قبل رمضان وقبل قبل الاربعه يعملوا حجار ويبردوه ويعمل بحجر يعمل حجر على شكل بيضة بس ينكشف. سبحان الله من حد ما تدق على الحجر بتعرف انه هذا حجر. ولا يا كلب يا ابن الكلب عم جايب لنا حجر. طيب انتوا اقرب شيء كان لكم النبيروبين؟ النبيروبين يعني بعيد عنا يمكن 15 كيلو من عند بيت دجن وبتميل على اليمين على طريق غزة. حوالي 4 5 كيلو بيجي روبين على البحر. كنتوا تشاركوا؟ احنا اهل روبين يا رجل. اهل يزور. احنا اهل روبين. انتوا اهل روبين؟ يعني احنا اللي بنروح على روبين. سيارات اللي عنده ترك بنائل الراكب بعشرة وبشلن. روبين ينتلي من يزور ينتلي من كل الدنيا. ابويا روبين شيء حلو خالص. يعني لما يجي موسم نبي روبين كنتوا تحسوا انه يعني معنيين انكم تروحوا وتعملوا الاحتفالات ولا يعني يوم بيوم شمت هوا فيه صحيح يعني. انت رحتوا اكثر من مره يعني؟ انا فيش واحد راح اكثر مني على روبين. ليش؟ لانه اهل ام العبد مرتي هذه يعني. الهم بيارة في روبين ساكنين هناك. الهم بيارة. بيارة في روبين. في روبين وساكنين فيها. ساكنين يعني. انت مش حكيت لي مش حكيت لي هم بسكنة ابو كبير؟ امي هذيك. اما هذه مرتي. زوجتك. زوجتي. ونروح على روبين عمال على بطال يعني دائما نروح على روبين. لكن لما يجي الموسم نبسط عند نومي عند دار عمي. وناخذ هالنسوان نطلع على المغربين نضلنا نوصل امان الدنيا. صدقني انه كنا في خالتي امها لما العبيد
تاخذنا على البرص اللي قلت لك الرمل اللي فرميه هذا زي السكر. وهناك التين ال 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 الهواء من كثر ما بيسوي عليه رمل بيخليه بس التين يشوف شبرين، يعني وانت نايم تاكل تين، اندفن التين بس ظل الطناطيش. يندفن التين بالرمل هذا؟ بالرمل هم الله اللي دفن الهواء يحسب عليه الهواء. وتاخذنا ننام في روبين لحالنا ما عندناش حدا، اولاد صغار، انا يعني كنت عمري 7 8 10 سنين. وزي حكايتك كم واحد، وننام في روبين ونقوم الصبحيات نجيب هالتمرية من عند روبين وناكل وكل شيء خالص. امان. المواسم الثانية كنت وصلنا النبي صالح. عمرك وصلته؟ هو كل بس يوم وعد. لكن النبي صالح كثير دوشة وفش يعني الا موسم هالفلاحين الشبابات بشببوه برقصوه. بايش كان متميز النبي روبين عن النبي صالح الموسم؟ روبين مقيم 3 اشهر. يعني بعد شهر. بعدين فش في مطاعم، في من اضخم مطاعم عاملين مطاعم ولا يافا شيء مجنن، السمك اللحم كل شيء خلص، هالخرفان مذبوح والكباب. غير المطاعم ايش كان يكون فيه بروبين؟ كان يكون في رأس نسوان يجوهم يعملوا حفلات ويرقصوا، كان زي الكواريات. وكان في سينمات، كان سينما كمان. جابوا مطور ويجيبوا مطور يولد كهرباء لكل روبين. وفي سولة النسوان مشان يشتروا يعني؟ مشان يعسوا خرز اسمه. ممنوع الشباب يخشوا. احنا كنا صغار نخش، بيشتروا عبودة يعني هالموجود اكسسوارات، يعني اكسسوارات اكسسوارات كلها. بس انتو كونكو بيافا معناته كنتوا تداوموا بروبين اهل يزور، ما كانش في حدا يحكي انه انا بديش اروح مثلا رايح من يافا راكب رايح على روبين ويرجع من روبين على شغله. يعني دارهم ما يخشاش كل 10 ايام مره، كلهم رايحين، ايش يروحوا على الجمال ايش يروحوا بالعربيات قريبه ما هي. لكن كيف هي والله. طب لما كنتوا تطلعوا على روبين كنتوا تطلعوا بعده وكذا و... لا العده في روبين بس. طيب بدنا نحكي عن الزواج، بس بدنا نحكي عن الزواج المرة بالتفصيل. من من وما إنه من إيش ما نحكي؟ بدنا نحكي من لحظة كيف الواحد كيف بيروحوا بدهم يطلبوا تيجي الجاهة تطلب هالعروس بالتفصيل. واحد عجبته واحدة وبده إياها، شو كان يصير بالضبط؟ والله يروح يبعثوا ناس جاهة يعني ولا جاهة. جاهة. ويطلبوا ووافوا، ثاني يوم يروح النسوان. طب الجهة من مين تروح؟ يعني من جهة من البلد. يعني الشخص مثلا لو انت تجوزت هناك وانت هناك. انا ما اتجوزت هناك من غير جهة. ليش من غير جهة؟ لانه هم بدهم يعني. انت اللي كنت مطلوب يعني جابوا لك الجهة. هم اللي يعني. طب بدنا ننساك انت هلا كحالة استثنائية. بقول لك بتروح الجهة. وبقعدوا عند ابو العروس وبقول احنا جهة بدنا بنتك لفلان للعريس فلان هذا. اذا يعني لقاها منيح الله يبارك فيكم ماشي الحال. ثاني يوم بروح النسوان. مشان يشوفوا العروس. يتأكدوا منها ويفصلوا الفيد، يفحصوها يعني، ويفصلوا الفيد، واهم شيء الصيغة وما الصيغة وهذا. يعني خلال 5 6 ايام تنتهي العملية هذه، يعطوهم موعد مثلا بدهم يخيطوا، ما كانش يجيبوا بدلات جاهزة، يخيطوا خياطة. بعد شهر ان شاء الله بنعطيهم، تيجوا بتقطوا. بعد شهر؟ بنكون جهزنا. هذا الشهر يكون لايش؟ عشان يجهزوا ال عشان يجهزوا الاواعي اللي بدها تلبسهم العروس. وتروح السيارات زي ما هنا يجيبوها العروس على سيارات؟ اه ليش ما كانش مش على ال ركبوها على خيل و ركبوها على خيل كل مسافه من روبين ليزور بتفتئ.
شو دخل روبين؟ آه. احنا البنت بيزور آه. البنت بيزور اه بيزور بدهاش سيارة هني قلتك البنت العروس آه. بيزور آه. والعريس بيزور بتركب على حصان او بتركب هذا بوصلوا هذا الزفة ولا هذا وبودوها على دار العريس ولا بيزور بسيطة اه بدنا آه. يعني يزور اما ماشي بتمشيش اه حلوة شوف طب بدنا نحكي نرجع نحكي عن الزفة الزفة يعني أنا بحكي عن حالي الساعة 11 قبل الظهر بساعة أجا الحاج جمعة الله يرحمه كان تبع الموسيقى فروي في يافا هذا مشهور فرقة يعني. الحاج جمعة؟ آه جبتوه؟ جبناه آه طيب ولقوا العريس لابس ومستنى دقلوا كم شوي ورأسوا هالشباب وهالدبكة بيني وصل على زمان بعدين بسحبوا هالعريس هيك بعملوا قوس واحد بمسكوه من هنا واحد بمسكوه من هنا بمشوا على يزوروا بروحوا يزوروا المقبرة ويرجعوا توصل لعند الإمام علي هذه بتاخذ العملية 3 ساعات بشوارع القرية بتمشوا بالفرقة أول دغري على هذا وبعد الرجعة من النص مع الفرقة مع فرقة آه. أبو جمعة أول والله أشطر موسيقار الله كان في عمان طيب خلينا بالشو اسمه كيف بيكون وضع الموكب يعني مين اول مين ثاني يعني الفرقه وين بتكون الفرقه ورا العريس العريس في الامام اه العريس في الامام ومين ماسكه العريس ولاد عمه يعني هلا حبايب اصحابه اه يعني العريس آه العريس و... آه لابس وهذا وبعدين معهم كل 100 متر حطوا له الكرسي العريس بقعد بتريح تريح وفي بصير حلقة هيك النسوان عشقوا النسوان والرئيس والدبكة الفرقة بتكون ورا العريس ماشي فرقة يا مقدام ويا مرا يعني مش آه. مش عليها والنسوان وين بيكونوا؟ بيكونوا ورا ورا الجميع؟ ورا الرجال يعني ورا الرجال اه لكن عاد بتكون سحبة يمكن نص كيلو هالعالم اللي ماشيين طول الموكب حوالي نص كيلو نص كيلو عشان زقات يعني ضيقة آه. فمد إلها بنطلقوا من بيت العريس من بيت العريس إلى إلى مقابر الميتين للإمام علي وبرجع آه يعني هذه اللفة ضرورية لازمة من البيت يوصلوا لعند الإمام علي زفة بدهم يعني يكسبوا من هذا طب ليش للإمام علي يوصلوا هناك هناك وصلوا برجعوا آه مزفة هبدو يروح يزفوا 4 ساعات 4 دقايق ويرجعوا خلت تعمل 3 4 ساعات 3 4 ساعات ناخذ 30 ليرة على ايش ياخذ 30 ليرة كان اه 30 ليرة مع سهرة طب بترجعوا هاي خلصتوا الثلاث ساعات ورجعت وين بترجعوا بتتجمعوا؟ بنرجعها بيت على بيت العريس على بيت العريس بصمدوا هالعريس وبدقوا المزيكا شوي هذا بكون خلصوا وبحاسبهم بربهم إذا كان عروس السامي جايب وقف لما تيجي ومن التاكسي تنزل وضل يزق وراها لما تخش على البيت وقرا وحده بعمل هيك وبنزل عاد العشاء كل اهل البلد لازم يتعشوا شو بتعشوهم؟ لما كان الرز رز كان نعشيهم رز لما صار الرز عش عملنا مفتول نعم وهالخرفان وهاللحمه ويوم ما يشبع واللي يزيد هالفقر هذا باليوم ال اليوم الاول يوم الزفه اليوم الله كفى المؤمنين شو بدك بعد شر القتال بعدين ثاني يوم عم تقعد العروس فيه والعريس يدار بيجوا هاللي بنقطوهم وهاللي بيباركوا لهم وهاللي فرحانين فيهم وهالشراب النقوط ما بيكونش في وقت الزفه النقوط يعني للعريس انا ما ذكرت لك شيء للعريس عند العشاء بعد ما يتعشوا بقعد العريس وبيصيروا نقطوا هالعالم لما الناس اكتشفت انه هذا لازم نقطنا لازم نقطوا صار يحطوا واحد يكتب اسم فلان شو اعطى يكتب فلان الفلاني دفع المبلغ الفلاني مشان لما يتجوز يرد له يعني يزيد مش خس ما كلوش دين عليك يعني اقول لك انا جيت اذا النقود كان بعد العشاء بعد العشاء بعد لكن النسوان ثاني يوم بعد الزفه والدخله هذه بتيجي النسوان بنقطه النسوان بعد ليلة الدخلة ثاني يوم صباحية الدخلة بيجي النسوان مشان ينقطوا آه العروس هذا اليوم الثاني والثالث سيو يعني اذا ما جاش امبارح بيجي بكره اه وخلص صارت بتقوم تشتغل عادي بدون ما لا عادي
طبيعي. جايبين ليش؟ طيب أبو العبد، نعم، كسوة العروس من إيش كانت تكون؟ الله يجيبوا لهم قماش حرير من أرخى حرير، يشتروا لهم أقمشة من يافا، من والخياطة تكون بيافا كمان ولا في القرية؟ لا في القرية، في خياطات شاطرين، خياطات أكثر من واحدة؟ أكثر. تذكر أساميهم؟ والله يعني من هالعائلات، ما يعني مش أغرب. تذكرش اسم واحدة كانت يعني سمعتها كبيرة كخياطة محترفة؟ في واحدة ماشطة كانت اسمها ماشطة؟ ماشطة يعني اللي بتلبس العروس وبتزوقها وبتلبس. الماشطة. الماشطة اسمها، بقول عنها ماشطة، هاي اللي بتزينها، هذا اللي بتزينها بتوقف معها يعني بتعدلها هيك لما هذا بس ترقص ولا شيء، بتظبط لها، بتضلها وراها يعني تعير عليها، تعير العيارات. محضية طيب. اسمها محضية. محضية؟ الست اسمها محضية. غزاوية. كانت ساكنة عندكم؟ كانت ساكنة عندنا. طيب نرجع لكسوة العروس. نعم. كنت تجيبوا الأقمشة وتشتغلوها الخياطات، كانت تطول هاي الفترة الزمنية وهم بيجهزوا بدها أسبوعين، بدها أسبوعين هم يجهزوا بال. طيب الأرقام المتعلقة بالمهر شو كان الرقم المتعارف عليه؟ يعني اللي متعارف عليه من 50 لـ100، من 50 لـ100. بعدين لما صار الحرب وصار في مصاري صار 400، ارتفع الرقم. لما تجيب هي شرطك مش ال 400 ياخذوهم اهلها. لا ليش حكيت لما صارت الحرب وصار في مصاري؟ صار مصاري، بدهم يزودوا. اول كانوا مشحدين يعني تعبانين، الناس كانت احوالهم على قد الحال. بعدين صارت توفرت النقود بايدين الناس، النقود بايدين الناس، بدل ما هذا بتجيبها، بدل ما يجيبها اربع بدل منها ب10، بيجيب لها ذهب بزياده. طب العروس كانت تلبس اكثر من بدله عندكم بيزور للعرس ولا بس بدلة واحدة؟ لا بتغير شي 5 بدلات، كل واحد بزف برأسه بالله؟ شي 5 بدلات؟ 4 بدلات، خلي شاريها بدها تلبسها قدام الناس، البنات طبعا النسوان. والبدلات هاي كل واحدة مختلفة عن الثانية؟ طبعا كل واحد لون وكل واحد شيء ثاني. كان لهم أسماء هاي البدلات؟ والله حرير وتفتة، هذه كانت التفتة صالحة جديد وغالي. اسمه دفتة. نعم. ما شو الله كثير، بس على هذا شغل مش من اختصاصنا يعني عراق. طيب بعض القرى كان في شيء اسمه صندوق العروس. صندوق يعني تحط فيه اوعيها. هذه اللي مش عندهاش خزانة. اللي ما عندهاش خزانة. بس احنا جبنا. انتوا كونكم جنب يافا. جنب يافا الخزانات والتخوت، هذا شيء مرتب. شيء على الاصول يعني. اما هذيك الصندوق بيسوي النجار. تبع البلد هذا قد هيك كبير، وبحط كل اغراضها في قلبه. هذا لمين؟ للي ما فيش، للي ما يروحش يعني يا فهم، معوش مصاري، اللي معوش مصاري يجيب خزانه. بيجيب صندوق، بيجيب صندوق. يعني الصندوق بدل الخزانه؟ لا هو بنفعش لانه بالطائل المعلق زي اللي جاء فوق بعض مصفى. طب كان في عندكم شيء اسمه هدم الخال وهدم العم؟ هذه مش عند كل الناس. الخال لما ما بده يطلع بنت اخته بقول وين يا عم، مش هدمة الخال؟ فاذا متفقين عليها بيجيبوا له امباز، بيجيبوا له حليب. العروس لما كانوا يطلعوها، طلعوها من وين؟ من بيت، من دار ابوها. من دار ابوها كيف كانوا يطلعوها؟ على ركبوها على حصان، اذا كان بعيد على فرس يعني. اذا كانت بعيده بالقريه يعني. من اطراف القريه. اطراف القريه بيركبوها على حصان، وواحد بيسحب الحصان واثنين. مين هو الواحد اللي بده يسحب الحصان؟ من اهل من اهلها، من اهل العريس. من اهل العريس هو اللي يمسك الحصان، اللي بيسحبه من اهل العريس. مش من اهله، شو مش رايح عضره. طيب يعني من بيتها تركب الحصان مباشرة، بيجي واحد من أهل العريس اللي بيسحبه؟ اللي بيسحبوه حواليها أهليها، مسكينة من هون، من هون لتوقع أهليها حواليها ولك سحب الحصان.
طيب هاي إذا بعيدة وإذا قريبة؟ قريبة يعني برضو على الحصان؟ والله إذا كان ولا يعني مشي؟ مشي إذا كان 100 متر يعني إذا 100 متر ممكن عروس تمشي. الله غيره لا، إنه ما فيش داعي للحصان يعني. مش داعي للحصان. طب الحصان هذا كان يكون مزين؟ آه مزين هو الحصان، لابس أكثر من العريس. الحصان مشخص أكثر من العريس. طيب النقود كله كان يكون نقود ولا كان يكون شكل تاني من أشكال النقود؟ يعني واحد مثلا ممكن يجيب خروف مثلا يحكي كله بيجيب خروف، الخروف برجع له ونوض برجع له، لا بخروف ونوض نقود نقود ده هو أكثر من جنيه، ما حدا بنقد، ما كان حدا ينقط أكثر من جنيه، حتى في بربع جنيه يعني على قد الحال. برجع لسؤالي، انه حدا ممكن معوش فلوس ممكن يجيب خروف ولا ما؟ كلهم بقول لك جابوا خرفان اللي نقطوا يعني، كان يعني كان ينقط ويجيب خروف كمان، يجيب خروف معلوم هذول اللي ما هو ما ياخذوا بكره بيرجع بده يرجع له خروف، بده يرجع له الخروف، خروف نفسه برجع له. لا بينذبحوا يعني، بس يزيد شوية. والله هاي الخرفان اللي كانت تيجي كانت هي نفسها تندبح وتتقدم على ياخذوا منها، هم عندهم جايب ابو العروس ابو العريس جايب له 4 5 دبايح وبيجي له كمان 7 اها بكمل 8 والباقي ببيعهم، الباقي بنزل ببيعهم. ايش يجيب الخروف نص درح؟ شو بده فيه؟ شو بده فيه يخليه يعني؟ كان يصير حلقات دبكه و عندنا في بلادنا. كيف 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 كان شكل هاي حلقات الدبكة؟ أشطر من اللبنانية، أشطر من اللبنانية شباب والله، زي الخزرين الواحد واقف ويكونوا ملابسين أنابيز ولابسين حلوين، ما كانش بدلات كلها أنابيز ولا تشديد، لابس القنباز القنباز حرير والشب بشورب. كيف يصطفوا؟ حلقة وواحد في النص اللي هو الآمر تبعهم ظل يدبكوا هالشباب لما تزغرز. كان يشتركوا البنات معهم في الدبكة؟ إذا كان واحد كبير يعني ابن أخوها كذا وتشوف هذا يزقوها بينهم لف ورخوف. مشان عينها يعني. تتذكر أغاني من أغاني الدبكات هاي اللي كانوا يعني؟ دلعونا في غلونا وراحة كل أغاني. بتذكر ايش؟ كلها والله كنت حافظها من هالجملة الغنامي. مش متذكر ايش من الدلعونات هاي؟ ولا شك في الدلعونة؟ ما هي دلعونة. مش متذكر طيب بدنا ننتقل لموضوع اخر. بدنا حكيت لي المقبرة وين كان موقعها عندكم في البلد؟ البلد الشرقية البلد. مقبرة واحدة؟ 4 مقابر لكل حمولة كان في مقبرة؟ نعم. طيب لما كان حدا يتوفى من القرية؟ نعم. كيف كان يتم الإعلان عن وفاته؟ ما قلت لك عندنا دلال، ما عندناش بدلل شخص يا اهل البلد يا فلان 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 توفى الى رحمة الله، اللي كان رايح الشغل يرجع على باب الجامع، يتجمعوا عند الجامع والنسوان كل واحد حاط على راسه صحن زيت وبيض ومش عارف شو، اكرموا على ياسر يعني، يودوا اكل لاهل المتوفى. طيب بعدين شو بيسووا؟ بتروحوا على بيته المتوفى؟ بعدين بنغسلوا، بتغسلوه وبنكفنوا، بتكفنوا عناق، بروح راكب من داره للمقبرة، لا في سيارات ولا حاجة، لو انه 10 كيلو بتروح على عناق. الجنازة بتمشي لل بتمشي جنازة لهناك وبصلوا عليه وكل شيء بالجامع وبنرجع. ترجعوا لوين؟ نرجع على بيت المتوفى شوي بعدين بنروح نتغدى وشي. مين اللي بغدي؟ ما هو في واحد لازم، في ناس بروحوش على عزومه يعني، صار الناس بروح
المغرب بعد صلاة المغرب. يعني في حدا بتكفل بانه في واحد بيعزم الناس، يا ناس الغدا اليوم عند غدا غدا عند الميت فلان، عند فلان ضرب فلان، اللي بحب يروح يروح واللي بحبش بروحش. طيب. انا بروح طيب واليوم اللي بعده ثلاث ايام ليه هو بيعملوا له والثلاث ايام بكون الناس تتجول وتروح على شو اسمه يعني يعملوا له وليمه لاهل المتوفى. لا في ثلاث ايام الوليمه هذه النسوان بيجيبوا الوليمه اكل، النسوان بصيروا يجيبوا الاكل لبيت المتوفى. كان يستمر لثلاث ايام؟ لا مش ضروري يعني اول يوم بكفي. كيف يعني مش ضروري؟ يعني جابوا اكل. لا بحكي العزاء كان يستمر لثلاث ايام. ثلاث ايام اليوم الثالث بيعملوا له الثالث تبعه. والناس ما كانتش تروح على الشغل بثلاث ايام؟ لا بس اول يوم بس اول يوم اللي هو يوم الوفاة. بس ليه المغرب لازم يكون يثبت وجودهم. لا وين يضلوا عارفين. بس كان في لك في تفسير انه كل حمولة لها مقبرتها، يعني بدل ما يكون في مقبرة عامة لكل اهل البلد. جنب بعض مش بعاد عن بعض 10 متر يعني، بس مقسم كل واحد منكم. طيب تتذكر حالات معينة بحالات استشهاد، يعني يجي على القرية شهيد معين وكان في له طقوس بالوفاة مختلفة والله لغاية 48؟ الشهيد في 48 كان أكثر من شهيد يجي، لذلك ما كناش نعمل له إيش، لأنه في زي ملاحة كمان واحد واثنين وثلاثة. ما فهمت عليك. لو يعني الشهيد أجا شهيد طيب وأخذوا دفنوه. أيوة يمكن كمان سايز أخو كمان واحد، لما نعمل لكل واحد بجمع بزبط خلاص هذا شهيد. يعني بقصد الشهيد كان شهيدين ثلاثة يجي في أيام لما يصير معركة بينهم اليهود يروح منا أربعة خمسة. فعلى طول تاخدوهم على الدفن؟ الدفن وعزا ثلاث أيام. والله عزا ثلاث أيام. كان في مقابركم شهداء كثير في قبل 48 إجاكم؟ هو الشهداء ما صاروا إلا في أيام الثورة، يعني لما بدأت بعد 36 وهذا اللي يروح يحارب يعني ينقتل منهم الناس. حارب اليهود طيب بدنا نحكي عن موضوع الحج. الحج كيف كان يتم هناك؟ يعني لما الناس واحد بده يقرر يؤدي فريضة الحج، هذا كلمة باص وسيارة ما بيجيش من هناك، يعني ما كانش يروح بالسيطرة وكان يروح على مصر. يعني لما كان الشخص يقرر بده يروح على الحج شو يعملوا أهل القرية؟ أهل القرية لما يقرب الشغل يعني ثلاث اربع ايام يسهروا عنده، والله لو يجي الصبح قاعدين على مدار ثلاث ايام يصيروا يكونوا يسهروا عنده. يسهروا عنده وايش يكون في يعني زي احتفال ديني يعملوا عنده ولا سهرة عادية؟ واحد يعلمهم كيف الحج، وواحد يقرا يعني يقرا قران ويسال مواعظ يعني يدرسوا. والله حلوة كانت. طيب وبس انتهت ثلاث ايام على مصر. على كيف على مصر؟ يروح اولا او ينتقل من القريه لوين؟ يسافر مباشره من القريه لوين يتحرك الشخص؟ يعني بده يروح على يافا يركب لمصر. يروح على يافا ومن هناك ياخذ من البحر الاحمر يعني ما بيصلش يطلع للسويس. يعني يطلع بالبحر للسويس او بيطلع في البحر من السويس لجد. ناس كثير حجوا من عندكم من القريه؟ تتذكر مش زي هالايام هذه يعني لما يطلع من قريتنا يطلع له خمسه سته يعني اكثر من سته. كان يطلع بشكل جماعي من القريه ولا؟ يروحوا مع بعض. يعني كل خمسه سته يطلعوا مع بعض مثلا؟ لا هم كل هيتهم اللي حجوا ما يطلعوش 20 او 15 يعني. قليل الحجاج. الحجاج اللي حجوا يعني ما كانش الشباب تحج. الكبار بالسن. الكبار بس بالسن حجوا. كانوا مش كتار يطلعوا زي اليوم 3-6 ملايين 7 ملايين. لا بس على مستوى القرية قرية زي قرية يطلع منها 5-6 أزلام. كانوا يغيبوا فترة طويلة؟
شهر حوالي شهر. طب لما يروح يرجع على جمال 3 أشهر. كان في ناس تطلع جمال من عندكم؟ كان مقاطعة جمال آه. عند دير السبعة يمه يعطيها على بابها الشرقي اللي هو رايح. لكن يعني في حرامية كانوا يملؤوهم آه. يموتوا يعني يتعبوا من المشي. في ناس كانوا يتوفوا يعني من... آه. بس كانت أمانة أكثر اللي بيطلعوا عن طريق يافا البحر يروحوا على السويس و... أي من إشي هذا آه. ما فيها ما آخره ما شيء. السنة بنزلوا لما يرجعوا بالتين بزمنهم بترجعهم. طب لما كانوا يرجعوا كيف كانوا السيارة كيف كانوا يستقبلوهم؟ يعني رجع الحج الناس يعني تعملهم احتفال زي مش زي اليوم يعني كان الحج وكأنه مولود جديد يعني كأنه مولود جديد آه. يعني لأنه كان الشخص اللي بروح على الحج يعني يتوقع أنه والله هذا ممكن ما يرجعش يتوفى ها؟ آه. كيف كنتوا تحتفلوا فيهم؟ نقعد عندهم ونسليهم وندرس القرآن وأحاديث وهم يخبرونا كيف شفتوا بالحج شو صار آه. معاكم يخبر شو اللي شافه وتحكي عن تجربته بالحج آه. طيب كانوا يجيبوا معهم هدايا؟ هدايا من يوم الله ما خلق الدنيا يوم موجودة هدايا الحجاج؟ آه. زي ايش؟ يجيبوا للنسوان حنة وحاجات يعني بتاعت النسويين خاتم فضة منديل اويا يعني شو بدهم يجيبوا يعني. طيب كانوا يذبحوا لهم يعملوا ذبايح؟ كان يذبحوا معلوم. بدي أسأل سؤال أخير. في عندك صور من شخصية عن قبل 48؟ يعني صورة وإلك وأنت بمدرسة ولا بيافا ولا قبل 48؟ أه في موجود عندك؟ أه. طيب إن شاء الله رح ناخذها هاي الصورة و... لا هاي الصورة عليها رخصة عاملها رخصة أنا عملتها آه لا يعني بقصد بن بنحطها على الجهاز بنعمل عنها صورة و... أجيب لك إياها إن شاء الله يعني بالجزء القادم إن شاء الله ويعطيك العافية الله وشكرا يعافيك لك الله يعطيك العافية.